أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعض الدعاة يقول بأنه لا ينصح طلاب العلم بقراءة كتب الشيخ ربيع لأن فيها شدة، فهل قوله هذا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. كتب الشيخ ربيع كتب سنة وكتب تصحيح الاعتقاد ومحاربة البدع ودعوة الناس إلى السلوك الحسن وإلى تصحيح عقيدتهم ومنهجهم، وهذا هو المعروف عن كتب الشيخ ربيع. فالذي يحذر من كتبه في قلبه مرض، مرض البدعة والشبهات، فعليه أن يرجع، عليه أن يرجع عن هذا العمل الذي هو سبب العقوبة والعياذ بالله.